شاكل، اللي ناهب واللي قافش، واللي ماشي عالسناكل. كل واحد فينا عايش وفي حياته كتير مشاكل، اللي ناهب واللي قافش، واللي ماشي عالسناكل. لاقيين وقدامكم يوم بيراح ويوم بيموت، لسه مش سامعين قربنا وفي حياتنا ألف لوم، حالنا دي مش عارفين ضاع شبابنا ومش شايفين، كل واحد عنده هم مش عارفين نروح لمين، مش لاقيين وقوتنا نوم يوم بيراح ويوم بيموت، لسه مش سامعين قهرنا حياتنا ألف لوم، حالنا دي مش عاتقين ضاع شبابنا ومش شايفين، كل واحد عنده هم ومش عارفين نروح لمين. هنتكلم النهاردة عن حاجتين مهمين في الدولة، هما يعتبروا أعلى حاجة في الدولة، أعلى مناصب في الدولة، هو رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء دكتور هشام قنديل. أول حاجة هنتكلم عن حاجات يعني مكتوب في الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية، بس اختصاصات رئيس الجمهورية كتير طبعا في الدستور، هنتكلم على بعض النقاط المهمة فيها. أول حاجة هي لو هو قبل الانتخابات قبل ما يترشح نفسه لو في مجلس الشعب او الشورى وطولت المجلس وافقوا عليه خلاص هو بيترشح، وهو اللي بعد ما بيترشح بيعين رئيس وزراء، لو اختلف عليه مجلس الشعب يحط واحد تاني، لو اختلف عليه مجلس الشعب هو اللي بيحط واحد رئيس وزراء، وبيتفق مع الرئيس انه ينظم الحكومة يحط وزراء ليها. رئيس الجمهورية بعد الانتخاب طبعا ليه انه يعلن انتخابات قبل فترة الترشح ب90 يوم، وهو اللي بيشرف على الانتخابات. هنتكلم طبعا عن كل نقطة بتفاصيل. دلوقتي لو الرئيس ليه مدة تانية للانتخابات، ترشح انتخابات، هو اللي بيشرف على الانتخابات، هيبقى النظام دلوقتي مجلس الشعب اللي فات اللي هو مجلس النواب ومجلس الشورى الحالي دلوقتي كلهم اخوان سلفيين، يعني لو عايزين بعد محمد مرسي، لو محمد مرسي سقط في الانتخابات لو عايزين يحطوا واحد تاني هيحطوا بكل سهولة، لان هم كلهم اخوان سلفيين، اكتر من ثلث المجلس اخوان سلفيين، فهيوافقوا ويطلع اي واحد هم عايزين لو عايزين مجلس الشعب او الشورى. فدي حاجه. حكايه بقى الشرف رئيس الجمهوريه ديت اللي مشكوك فيها، يعني ممكن رئيس الجمهوريه ما يكونش عنده ضمير ويزور الانتخابات و يكسب هو لصالح نفسه ياخد فتره تانية، وطبعا مع رئيس الوزراء بتاعه لو وافق السلفين الاخوان بالنظام اللي ماشيين عليه دلوقتي في مجلس الشعب والشورى، لو وافق على رئيس الوزراء اللي رئيس لو رئيس الجمهوريه رشح حد هيكيد هيبقى متشاور مع الاخوان، فلما يرشحه يتعرض على مجلس الشعب هيوافق، لان اكتر من ثلث المجلس اخوان مسلفين. ماشي. نتكلم بقى على رئيس الوزراء.
دكتور هشام قنديل، ومش عارف ايه سر ابتسامته الفظيعه. يعني هو كل ما بيخرب في البلد بيبتسم اكتر بصراحه، وقراراته الجميله بصراحه. يعني اول قرار البسه من لابس قطنيه وما تولعش تكييف، و قفلوا العضو في اوضه واحده وشغلوا انوار فيها تقليلا الكهرباء. القرار التاني لسه طالع من كام يوم، الكهرباء هتقطع الصبح وتطلع هتقطع الصبح وتقطع بالليل، هي عشان ما يحرقش الصبح يلحق بالليل، عشان يبقى شفت الصبح وشفت بالليل. يعني مثلا لو واحد بيشتغل شفتين يا حرام، يعني يروح الصبح ما يلحقش قطع الكهرباء، يروح طبعا يقعد في المصنع او يقعد في المكان فيه، يرجع بالليل يلاقي الكهرباء مقطوعه، غير الميه غير السولار غير ازمه السولار. دي حاجات يعني سر بقى. مش عارف ايه سر تمسك محمد مرسي برئيس الوزراء ده، هو خارب البلد، طالع يقول الفاظ يعني مش حلوه على ستات مصر، يعني هتلاقي كتير سمعوها، ولما الناس واجهته بالألفاظ دي قال هيحاسب مين؟ هيحاسب المخرج انه صور اللفظ ده. طب دلوقتي هو المخرج هو الغلطان ان قال اللفظ ده، ولا حضرتك اللي غلطان انك قلت اللفظ ده من اساسه؟ يعني عشان المخرج ما بيصورش يبقى تقول اي حاجة انت عايزها؟ ده معناه ان حضرتك ايه؟ طبعا مش هقول، اكيد ناس كتير هتعرف ده معناه ان حضرتك ايه؟ معالي الوزراء ايه بالظبط؟ هو عشان يقول اللفظ ده يبقى قاعد مع ناس ايه؟ ناس مش محترمين، لكن هو قاعد مع صحفيين ازاي يقول اللفظ ده؟ دي حاجة. تاني حاجة، تلات ارباع الوزارة على ما اكتشفنا اخوان، والرئيس متمسك بالحكومة ديت ممكن عشان يعني دي بعض الأسباب يعني اللي ممكن أخمنها، عشان الانتخابات بتاعت مجلس الشعب يكسبوا الإخوان، وممكن عشان الحكومة مش ما تنقلبش عليه، لأن محمد مرسي مش رئيس شخصيته قوية يعني للدرجة ان ممكن يحكم بدون خوف، هو خايف لحد ينقلب عليه. طبعا حاجات تنفذ، يعني مثلا وزير العدل من كام يوم كده برضو بيقول ان انتوا ليه بتربطوا بين الدولة ورئيس الجمهورية؟ يعني ايه ازاي بنربط بين الدولة ورئيس الجمهورية؟ او نربط مين برئيس الجمهورية؟ نربط مثلا شارع مصر والسودان برئيس الجمهورية، ولا نربط الحي الخامس برئيس الجمهورية، ونربط الإخوان برئيس الجمهورية، ونربط مين برئيس الجمهورية؟ قصدك إيه يعني؟ يعني إيه ما نربطش ده بده؟ إذا اسمه هو رئيس الجمهورية، يعني هو المسؤول عن الجمهورية الرأس الأعلى ليها، يعني وزير عدل بيخرف عنده 70 سنة جايبينه ليه؟ يعني أنا مش عارف يعني. كل الرؤساء حتى حسني مبارك، كل الرؤساء اللي عدوا على مصر، كل الوزراء اللي كانوا بيجوهم كبار في السن، يعني وزير كبير لدرجة انه مش قادر يتكلم، مش قادر يستوعب هو بيقول ايه. يعني وزير العدل ده طلع مع ريم اللي بتشتغل في قناة ام تي في ومسح بكرامتها الارض عشان بتسأله انت ليه طلعت ابنك مأمورية لقطر؟ طبعا هو ابنه مستشار بس مش طلع لوحده كده لقطر، اكيد في رشح حطه ده، اكيد ليه يعني وزير العدل حطه في الاسماء عشان يطلع قطر، يعني مش ابنه نبغى في تاريخ القضاء عشان يطلع قطر. ده وزير الداخلية حكاية حمادة. حمادة قال في الأول إن المتظاهرين هم اللي بيضربوه،
وكل شاشات التلفزيون شافت حمادة والشرطة هي اللي بتضربه وبتسحله. وزير الداخلية اتصل بيه وراح يعني ناس كبار في وزارة الداخلية ومناصب فرضية الداخلية وراحوا لحمادة، مش عارف بقى راحوا يعملوا ايه. راح يقولوا له ما تتكلمش، ولا راح يديله فلوس عشان ما يتكلمش على الموضوع ده ويقولوا الصور ويلبسها للصور، ولا ايه بالظبط؟ لما نبقى شايفين بعينينا ومش عارفين نصدق مين، نصدق صاحب اللي بيتقال ولا نصدق وزير الداخلية. طبعا دوت حاجة يعني حدث مشين بمصر. ديت حاجة يعني من ضمن الحاجات. أنا بقول لكم يعني الوزراء بيعملوا إيه، اللي مختارهم أستاذ هشام قنديل رئيس الوزراء. بصراحة قيمة في الأخلاق، قيمة كبيرة يعني، ما شاء الله عليه يعني. لما يطلع يعمل كده وزير الداخلية يقول أنا اتصلت ومش عارف إيه، يطلع بعد 5 أيام بالظبط حمادة يقول وزارة الداخلية هددتني وقالت لي لو ما قلتش كده هنخرب لك بيتك ومش عارف ايه. ده ينفع يعني؟ طبعا هو اللي عملوه قدام الاتحادية دوت طبعا حاجة مش كويسة، ان هما يبوظوا ويكتبوا على جدران القصر، طبعا دي حاجة مش كويسة. ممكن يتظاهروا سلميا ماشي، لو اشتبكت معاهم الشرطة يشتبكوا مع الشرطة، لكن مش هما اللي يشتبكوا مع الشرطة والشرطة تيجي تضربهم يقولوا الشرطة غلطانة. طبعا ده غلط. دي حاجة يعني كان تعقيب على الحاجات اللي بتحصل كل يوم جمعة وكده. وآخر حدث الخصوص اللي هو حصلت مشكلة بين شخص والتاني، حولها الإعلام لفتنة طائفية في مصر. ايه يعني اشتباك بين واحد مسلم وواحد مسيحي؟ بعدين الناس في اهل الخصوص قالوا ان الاشتباك اللي دخل ولع الاشتباك ده ناس من بره الخصوص ولعوا الدنيا، ادى لخطلة وجرحى. بقت اللي عمله الاعلام بين لكل العالم اللي في مصر في فتنة طائفية. وفعلا الإعلام مش كويس للدرجة اللي هما بيتكلموا عليها. يعني في إعلاميين كتير مش كويسين وكل الناس بتتفق على كده. ازاي يطلع وزير التموين يقول لك انا التموين بتاعي هيخلص كمان 6 شهور، يعني على شهر 6 بالظبط بالظبط، يعني على نهاية شهر 6 هتكون مصر من غير أي تموين، ولا قمح ولا رز ولا سكر، والناس هتبقى في مجاعة. ازاي يطلع وزير يقول كده؟ بيقول ده الاحتياطي هو اللي فاضل، مش حاجة أساسية يعني هي اللي فاضلة، الاحتياطي. حين الاقي سبل اكل منها عيش حلال، حالي ضنك وكل جيلي بنعيش حلو الالتزام. مش لاقي الوجود لكم يوم جراح ويوم هموم، لسه مش سامعين ارضنا وفي حياتنا الف لوم. حنا جيل ومش عاديين، ضاع شبابنا ومش شايفين، كل واحد عنده هم ومش عارفين نروح لمين. مش لاقيين وقودنا نوم، يوم جراح ويوم هموم، لسه مش سامعين قهرنا حياتنا حالنا قديم ومش عتقيل، ضاع شبابنا ومش شايفين، كل واحد عنه